مشاهدينا، هذه الفقرة فقرة اقتصادية بامتياز، حنناقش من خلالها أهم المعالم الاقتصادية في خارطة طريق الحكومة الجديدة. يعني بالفعل موازنة مرسي سجلت أكبر عجز ليها في تاريخ مصر، حقق عجز الموازنة العام المالي المنقضي 2012-2013 ارتفاع كبير، هو الأعلى على الإطلاق بقيمة 240 مليون أو مليار جنيه، بتمثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ده طبعا وضع سيء جدا، كلنا عارفين ان وضعنا الاقتصادي يعني ليس على ما يرام، بس في بارقة امل متمثلة من الحكومة المصرية، وتصريحات لوزير التخطيط دكتور اشرف العربي قال فيها استبعد فرض حظر اقتصادي على مصر من الغرب، وفي حالة فرض اي حظر فان هناك آلية مرتقبة وراهنة من شأنها ان تتعامل مع جميع الازمات. فهل الوضع المصري الاقتصادي آمن بالفعل أم لا؟ هل هناك احتمالية لفرض حظر اقتصادي على مصر من قبل الغرب أم لا؟ إلى ما سيتفاقم أو إلى ما سيسفر الرفض الغربي بين قوسين وتحت كذا خط الأمريكي للوضع السياسي في مصر؟ كل دي أسئلة هنجاوب عنها من خلال ضيفنا اللي منورنا معنا في الاستوديو، مهندس محمود مهران خبير اقتصادي وعميد المعهد الفني الصناعي باسكندرية، رئيس حزب الثورة ورئيس حزب مصر الثورة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك فندم. يعني أستاذ محمود، هنبدأ معاك بتصريحات آخر تصريحات نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين، اللي قال إن الحكومة وافقت على تخصيص مبلغ بقيمة أكثر من 22 مليار دولار للإنفاق على مشروعات استثمارية لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر العشرة القادمة، ولكن أبرز ما جاء في تصريحاته إن المشروعات اللي هتقام خلال الفترة القادمة هتركز على العمالة الكثيفة، قال أيضا إن دولة زي الإمارات وافقت على الدخول مع مصر في مشروع لإنشاء صوامع القمح. هو الحكومة يعني أستاذ محمود اسمح لي بس عفوا نتابع التقرير اللي جاي ونرجع نحلل، عفوا مشاهدينا نتابع هذا التقرير ونعود لتحليل الموقف الاقتصادي لمصر في المرحلة القادمة. بهدف تنشيط الاقتصاد والتخفيف عن كاهل المواطنين والتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها، وافقت الحكومة على تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 22.3 مليار جنيه للمشروعات الاستثمارية لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر العشرة المقبلة. كما تهدف الحكومة إلى خفض العجز في الميزانية إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي من العام المالي حتى نهاية يونيو 2014 حسب ما أعلنت وزارة المالية. وزير التخطيط أشرف العربي من جانبه أكد أن الحكومة تعمل على عدة مسارات، منها الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع التموينية وكل السلع الأساسية والوقود، مع العمل على ضخ استثمارات عامة في عدد من المشروعات الخدمية، بجانب الاهتمام بتشغيل الشباب في مشروعات جديدة من تلك التي سيتم تمويلها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة. عدد من خبراء الاقتصاد اعتبروا أن البرنامج الذي اعتمدته الحكومة مؤخرا لتنشيط الاقتصاد لن يكون كافيا لحل الأزمة الاقتصادية بدون العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتوفر الموارد التي سيتم تمويل بها تلك المشروعات. ويرى الخبراء أنه يجب على الحكومة أن يكون لها خطة واضحة بالإضافة إلى توفر الأمن والاستقرار في المجتمع لجذب الاستثمارات الأجنبية لمعالجة الوضع الاقتصادي، فيما يرى مراقبون بالسوق أن ضخ أي استثمارات في الوقت الحالي التي تمر به البلاد يعتبر أفضل من لا شيء، مطالبين بضخها في قطاع المقاولات والإنشاءات، كما اعتبروا أن ضخ تلك الأموال ستعمل على جذب العديد من الاستثمارات العربية في مصر. وفي نفس الاتجاه طلب آخرون أن تركز الحكومة خلال الفترة الحالية على الخطط القصيرة الأجل، لكونها حكومة تيسير أعمال ليس أكثر لمدة معينة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد ورئيس مدني للبلاد. أهلا بكم جددا مشاهدينا، ما زلنا مع الأستاذ محمود مهران الخبير الاقتصادي وعميد المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية ورئيس حزب مصر الثورة. أهلا بك. طيب أنا عايزة أبدأ من الوضع بتاعنا، هل الوضع الاقتصادي في مصر حتى هذه اللحظة هو آمن؟
هل هناك إجراءات احترازية في حالة فرض حظر اقتصادي غربي على مصر؟ لا أقول لحضرتك على حاجة، ما حدش يقدر يحمل حظر اقتصادي على مصر، لأن الدول الاتحاد الأوروبي أو أمريكا ليها مصالح، وبعدين حجم التبادل التجاري بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي كبير جدا، فما ينفعش، فده يضر الاتحاد الأوروبي قبل ما يضر مصر. في تبادل تجاري وفي مصالح متبادلة بين الاتحاد الأوروبي وبين مصر، وكذلك أمريكا وكذلك شرق آسيا وكذلك تركيا. إنما الظروف اللي احنا فيها من بعد تخفيض ساعات حظر التجوال، وبعد الإحساس بالأمان، وبعد الفزاعة اللي كنا احنا عايشينها بتاعت الإخوان، وبعد وقوف الدول العربية الشقيقة وتمويلها لمصر وإظهار ده بجدية للعالم ان احنا هنقف جنب مصر اقتصاديا ودعمها ماليا، وبخلاف المصريين في الخارج اللي هم بدأوا يضخوا مدخرات. يمكن الدكتور زياد هو متفائل، لا احنا كلنا متفائلين ان شاء الله، لكن احنا مطلوب الاكسار النهارده. احنا عندي برضو خلل اقتصادي، وعندي معدلات فقر عاليه، وعندي معدلات بطاله. لا طب قبل بس نتكلم عن النقطه دي، انا عايزه ارجع للجزء اللي انا بحكي فيه. يعني وزير التخطيط دكتور اشرف العربي قال ان هو بيستبعد فرض حظر. طيب هل في حاله ولو كان الاحتماليه ضئيله للغايه، هل اذا فرض حظر اقتصادي على مصر هل هناك اليه كفيله بمواجهه مثل هذا الحظر؟ والله مصر غنية بأولادها، يعني احنا عندنا ثروات قومية كتير. يعني حضرتك حتى موضوع الاستيراد ده، يعني اصلا عشان نبقى مصريين احنا المفروض نحد منه، احنا المفروض نملك قوتنا عشان نملك ارادتنا. يعني احنا بعد المعركة اللي فاتت وده بيهددنا يقطع معونة وده كده، المفروض ان احنا يعني الى حد ما نكتفي، وده صعب لان احنا برضو مصر منذ قيام ثورة 52 لم تنتج اكثر من 15% من احتياجاتها، فده نتيجة وجود خلل في الصناعة، ان انا ما بصنعش وما بنتجش، دايما معتمد على نظرية الاستيراد. ولذلك انا ضد نظرية الاستيراد، المفروض ان انا عشان احسن منظومة اقتصادية اقل استيراد، اشغل بطالة، اشجع مشروعات صغيرة. النهاردة انا عندي فرص، عندي ايدي عاملة كتير بوفرة ثروة قومية. النهاردة ليه رئيس الوزراء ما يوزعش اراضي على الخريجين لزيادة الاستصلاح في مصر وانتج القمح، والدول العربية قالت انها هتعمل لنا صوامع، ابو ظبي وغيره، يعني هيمدونا بامكانيات ان احنا نعمل صوامع للتخزين وحاجات زي كده، ومصر اصلا منتجة للقمح. يعني عندنا محافظة كفر الشيخ بس. طب صحيح ليه ما بيتوزعش الاراضي على الخارج؟ يعني ده يعني ليه العملية بنحس انهم مثلا بيوزعوا جواهر؟ يعني انا شفت امبارح تقريبا في المصري اليوم او في الاهرام، يعني زي ما تقول يعني نتيجة قرعة قاعدين فيها حوالي مثلا 70 واحد او 80 واحد فازوا، كل واحد بخمس فدادين. طب احنا عايزين نوزع، يعني عندنا ما عندناش اكتر من الشباب، احنا عندنا وما عندناش اكتر من الاراضي، عندنا سينا، احنا لازم نهجر شباب لسينا ولازم نعمر سينا. سينا دي البوابه الشرقيه لمصر اللي هي مصدر كل مشاكلنا، وبعدين سينا فيها رمال نادره جدا. اؤيد يعني حضرتك تماما، ولكن يبدو فيما يتعلق بفكر جميع الحكومات المتعاقبة هي أن الأراضي أولا تعطى لمقاول كبير أو لأحد المليارديرات أو أحد يعني الجورو ما كلام مش مظبوط. هنرجع طبعا العنب دي والكلام ده طبعا هيؤدي لنا. طب بس يمكن هو بياخد الاراضي وبيقسمها وبيوزعها. لا يمكن عشان المقاول، معلش يا جماعه، بس يمكن عشان المقاول اللي بياخدها بيحتاج ان هو يعمل فيها جهود استصلاحيه. يعني حته الارض اللي هتبقى في اي حته في صحراء مصر دي هتكون هناك حاجه لتوصيل موارد ليها. عفوا المقاطعه، ده دور الدوله، على الدوله ان توفر البنيه الاساسيه. الدوله بتعمل ايه مع الناس؟ ما هي الدوله بتوفروا بشكل مباشر، يا بتوصلوا بشكل مباشر، يا بتدي مقاول ان هو يدي الشاب قطعه ارض صالحه. مش عايز وصيه، ادي الشاب قطعه ارض في سينا زي ما قال الاستاذ مهران، يعني ادي له قطعه ارض 10 فدادين واقول له مش عايز اشوفك في القاهره تاني. واوصل له مستشفى ومدرسه. الوسيط زمان كانت احدى شركات الحكومه القطاع العام، زي الشركه العربيه للصحه الاراضي، مساهمه البحيره، المقاولين، على الشركات الجميله العملاقه المتخصصه. هو ده اللي اتمناه وسيط، بدل ما ندي راجل اعمال ندي شركاتي واشغل عمالي وخلي شبابي ينتفعوا انتفاع. طب اديها ازاي؟ يعني كلمنا عن منظومه كده، ازاي المشكله الرئيسيه في مصر دلوقتي هي البطاله؟ البطاله، انا النهارده حضرتك وهي عندي الحل واضح ان هو في الاراضي. لا مش اراضي وبس، حضرتك انا عندي، انا قلت الكلام ده مرارا وتكرارا، انما تقريبا السمع تقيل قوي. النهارده انا بقول تعالوا نشوف اليابان.
يمكن المفاعل الأخير واللي حصل في اليابان ده فوكوشيما ده بوظ الدنيا خالص عندها. تعالوا نشوفوا اليابان بعد فوكوشيما برضو شغالة ازاي، لأن اليابان ما بتعتمدش على منظومة الدولة، بتعتمد على منظومة أفراد ومجتمع كله بيعمل في مشروعات صغيرة. يعني ايه مشروعات صغيرة؟ يعني كل الشركات المملوكة مملوكة لأفراد من الدولة، والجزء الأصغر اللي هو بينتج منتجات كبرى زي مصانع الطائرات والدبابات والحاجات العظيمة دي بتنتجها الدولة. تقريبا 97% من شغل اليابان مشروعات صغيرة. احنا بخلاف الأراضي اللي احنا بنقول ممكن نستصلحها ونعمل بنية أساسية، وخصوصا سينا، وأنا بدعو للتهجير في سينا. النهاردة أنا عندي، وأنا قلت الكلام ده كتير، الصندوق الاجتماعي للتنمية اللي كان بيقرض الشباب 10,000 و5,000 ويروح الشاب ياخدهم يخطب بيهم يعني يعمل بيهم أي مشروع فيفشل منه. أنا بقول نشوف السلع الأساسية اللي أنا محتاجها إيه في مصر كمنظومة اقتصادية وبستوردها من بره وبتكلفني عملة صعبة عشان أجيبها، لا أنا هشوف الأكثر سلعة أو أكثر سلعة أنا محتاجها إيه وحبدأ أرشد، عشان ما يقوليش بقى جات وكويزة وحاجات زي كده إن في اتفاقات دولية. هبدأ أرشد بعملية الاستيراد وهجيب شبابي عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية. والمقترح ده أنا اقترحته أكتر من مرة، إن أنا حدي الشاب ده مش حدي له مبالغ مالية ولا 5,000 ولا 10,000، أنا حدي له مادة خام أو حجيبه وأقول له تعالى خد انتج لي الكلام ده كله. وإذا كان على التدريب قلنا إحنا عندنا وزارة الصناعة غنية جدا وعندنا مراكز تدريب آهلة على مستوى جمهورية مصر، أكثر من 55 مركز معد ومجهز بأحدث التكنولوجيات في العالم لتدريب الشباب على أحدث تخصصات في العالم. أنا أقدر أنتج وأقدر أرشد استيراد. لا لا طب 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 ثانية بس، عشان نتكلم على فكرة عملية مش فكرة نظرية. عملية نتكلم عليها. ثانية واحدة. عندي حتة أرض. قسمتها. وزعتها على شوية شباب ما اديتهمش فلوس. لا مش هدي فلوس. طب ثانية واحدة، وطبقاً للي قاله أشرف أنا همد لهم فيها المرافق وهمد لهم فيها الخدمات الأساسية. بس. الكهرباء والمية والصرف، طيب. الشاب ده هيجيب منين فلوس عشان يجيب اجهزه ويجيب حاجات؟ لا لا اجهزه ده موضوع تاني. ويعمل في فين دور بقى مهندس محمود؟ دور مجلس الوزراء. مهندس محمود الموضوع على بعضه. انا بتكلم على الموضوع. انا عايزك تفصلي بين الارض، الارض ده موضوع واحنا بنعمل ايه؟ احنا بنخلق فرص عمل جديده. الارض ده موضوع لوحده. جهد الشاب او جهد الفلاح المنتفع هو اللي هيخلي الارض دي تطلع ثمار. ما هو جهده زي ما هو محتاج لودر. ما هو البنية الاساسية. محتاج لودر عشان يحصل دي. انا بمجرد محتاج بذور، محتاج تسمين. لا انا هقول لحضرتك على حاجه برضه عشان تبقى عارف، احنا كلنا فلاحين. انا بمجرد ما استلمت ارض وعندي الميه انا بعد 3 اشهر هبقى في ايدي فلوس. بمجرد ما اجيب شويه غله، النظام التعاوني بتاع الجامعات التعاونيه الزراعيه، بمجرد ما بدرت شويه غله انا بعد 3 اشهر هيبقى عندي محصول. ومش هقول غله وبس، الاراضي المستصلحه بيبدا الفلاح. ده في اي ارض في مصر؟ في اي ارض في الدنيا. في محصول 3 اشهر 4 اشهر طبعا. ده في اي ارض؟ طب خلينا ناس، طب خلينا نتكلم عن مثلا مشروع زي مشروع توشكي. طيب هو مشروع اقيم خصيصا لرجل اعمال، ومهما كانت جنسيته مرحب بجميع رجال الاعمال في مصر، ولكن انت معتقده ان الشباب المصري استفادوا من مشروع زي مشروع توشكي؟ يعني لا ولا مصر. مش احنا انا على حد علمي اصلا انه كان مشروع بيتم. لا بس عايز اكمل استاذ المنظومه. انا بعد زرع النهارده كل ارض نتيجه تحليل مراكز البحوث المتخصصه بيبقى ليها دي ازرع فيها ايه ودي ازرع فيها ايه. أيوة. النهارده الشاب بيجي عارف ان اول زرعه بيزرعها بطيخ اذى وتاني زرع. انا ممكن اعمل نظام جبري اللي هو نظام التعاون القديم، انك لازم تزرع غله ولازم تورد للجمعيه قد كده غله، بحيث ان كميه الغله اللي محتاجاها مصر انا اقدر اوفرها عن طريق الجمعيات التعاونيه الزراعيه، والجمعيه التعاونيه الزراعيه هي اللي تمد الشاب بالتقاوي وبالسماد. ودي كانت المنظومه التعاونيه اللي كنا شغالين بيها. دي ناحيه. الناحيه الثانيه اللي بقول المشروعات الصغيره اللي هي ايه؟ مشروعات صغيره ايه؟ يعني مصنع ازاز، مصنع بلاستيك، مصانع بطاريات. المصانع دي مش لازم تحتكرها الدوله، المصانع دي هيحتكرها افراد. طب احنا هنطبق ده تحت عنوان اقتصاد الازمه؟ مشروعات صغيره. ثانيه واحده، احنا مش ازمه. احنا هنطبق ده تحت عنوان اقتصاد الازمه؟ لا مش اقتصاد الازمه. مصر في هذه المرحله هل تحتاج الى اقتصاد الازمه؟ لا، مصر محتاجه الى فكر اقتصادي ورؤيه اقتصاديه واضحه وهدف اوصل اليه بعد كذا سنه. ما فيش حاجه اسمها اقتصاد ازمه. احنا مصر في ازمه منذ سنوات طويله، لان مصر لم تعتمد على قدراتها لا البشريه ولا قدراتها الطبيعيه. انا عندي اراضي غنيه بالفوسفات وبالمنجنيز وبالرمال اللي ممكن اصنع بيها احدث مصانع ازاز. انا بستورد كل حاجه، انا بستورد فلوس. وعندنا شباب. المشكله ان انا يبقى عندي قوميه تجاه صناعات بلدي. النهارده تركيا
واللي بتعمله معانا والمنتجات التركية الموجودة في مصر النهاردة أكثر من أي شيء. طب ما أنا أقدر أصنعها محلي، ما أنا عندي العاشر من رمضان وعندي أكتوبر وعندي مصانع كتير بتشتغل. النهاردة أنا بحارب السلعة المصرية، ما عنديش حماية ليها. الحاجة التانية أنا ما بخلقش منافسة، المفروض أخلق منافسة إن أنا أكسر من الصناعة الواحدة، يبقى فيه تعددية عشان يبقى فيه جودة كمان في الصناعة. أنا عشان أنافس غيري فلازم أجود أكتر. النهاردة أنا لازم أشجع مشروعات صغيرة. أنا مش عايز أقرض فلوس، أنا ضد إقراض الفلوس، أنا عايز أعمل منظومة أقرض مادة خام والشاب ده أنا هشغله وحديله مرتبه من خلال ربح، من خلال السلعة اللي محتاجاها مصر. النهاردة أنا كميات بأموال باهظة من الاتحاد الأوروبي بس مبالغ تقريبا 42 مليار. فكرة حلوه يا استاذ محمود، يعني ماده خام وهو يصنعها وانا اسوقها كمان، وانا اسوقها كدوله، فبالتالي همنع الوسطاء بين لا في وسطاء، رخصت السلعه، وفرت موارد ماليه الدولار اللي انا بجري عليه. مين اللي يقوم بالدور ده؟ يعني والله الوزاره ده شغلتها، ما انا برضو بطالب الوزاره، الوزاره الجميله. إيه بقى؟ الوزاره الموجوده، وزاره الدكتور عبد الله. ايوه يعني مثلا هنتحدث عن ايه؟ وزاره الشباب مع لا انا النهارده انا عندي اكتر من وزاره المفروض تشترك في المنظومه دي بفكر موحد. النهارده انا عندي وزاره الصناعه لازم تشترك ولازم يبقى لها رؤيه، لان وزاره الصناعه بتملك من القدرات العاليه للتنميه ما لا تملكه اي وزاره في اي دوله. حضرتك انا عندي مصلحه اسمها مصلحه الكفايه الانتاجيه. مصلحه الكفايه الانتاجيه دي فيها اكتر من 55 مركز على مستوى الدوله، فيها بي ال سي وسي ان سي، حاجات مستحدثه جدا لاي مهن، واي مهن تتخيلها في المجتمع الدولي حديثه هتلاقي الوزاره دي عندها المعدة، عندها الفني المتخصص، دي مهمتها، عندها المكان. حاليا هي كسولة بتعمل يعني هي موجودة في موجودة الكلام. موجودة في بلدنا وفيها إمكانياتها. طب مين وزيرها؟ الوزير لسه الأستاذ منير فخر عبد النور لسه ماسكها قريب ولسه برضو الرؤية لم تتضح. احنا بننصح ولو عايز يقعد معانا يقعد معانا، نقول له احنا فكرنا ايه ومنظومتنا ايه ونعمل ايه. يمكن عشان موضوع الرؤية التي لم تتضح، أشرف كان بيتكلم قبل الهواء على أهمية ان احنا نطرح حاله جديده اقتصاديه بعد الثوره، نحط مواردنا كلها على الارض. يمكن اشرف اقدر مني على 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 وصف الرؤيه اللي هو طرحها. كنت بتناقش في ايه يعني وضع ما بعد الثوره بيفرض على من يمسك واقع. بعد الثوره واقع معين. لو بصينا للزعيم المصري العربي العالمي الكبير جمال عبد الناصر، واللي ما زالت صوره بترفع حتى الان في الميادين، هنلاقي انه عمل ايه بعد ثوره 52؟ وزع اراضي الفلاحين، عمل مصانع، عاد هيكلم الاقتصاد المصري، احتياجات مصر كلها بما يعني قد تكون قد يكون ارتكب اخطاء وقتيه. تمام. يعني اخطاء على نتيجه عمل، لان لا يخطئ غير اللي بيعمل. وقتيا حس ان الثوره تترنح وان الشعب احس انه لم يجني اي ثمره من هذه الثوره، فما كان الا ان أعاد توزيع الثروة، لأن وهو وضع صحيح ما بعد أي ثورة. هل ترى أي مؤشرات للحكومة الحالية المؤقتة؟ هي لسه لا تظهر مؤشرات، إنما في نوايا. أنا بتحدث عن مؤشرات، ما بتحدثش عن مؤشرات. مفيش مؤشرات، مفيش. ليه؟ لأن أنا ما سمعتش عن مصنع اشتغل لحد دلوقتي، ما صنعتش عن عامل قال انا كنت عطلان واشتغلت، ما سمعتش عن مكنه اتطورت وانا عندي. لا انا ما بتكلمش عن كده، انا بتكلم مؤشرات تدل على انحيازها لهذه الطبقه الكبيره، الكتله الكادحه، الطبقه الكادحه التي قامت التي كانت وقود هذه الثوره. هل احست بان هذه الثوره سواء في ال 25 من يناير او 30 من يونيو عادت عليها باي فائده؟ احنا سمعنا، احنا سمعنا اقوال وحديث، لكن على الارض ما فيش حاجه حصلت. احنا عشان يحصل الكلام ده احنا عايزين نقول لهم الحقوا، لان احنا عندنا فقر وعندنا بطاله، ولو ما عملتوش كده يبقى ما كانش فيه لازمه للثوره، لان معدل الفقر تعدى ال 25%، نسبه البطاله تعدت ال 13%، استحداث مهن جديده، تنميه المشروعات الصغيره. النهارده انا عندي موارد، عندي قدره، عندي اهم من كل الكلام ده، عندي حافز، عندي شعور ان انا دلوقتي في ثوره جوايا، عايز ابني بلدي، عندي ثوره جوايا. اذا كانت الناس مستنيه لان عارفه ان احنا في لحظه قضاء على الارهاب، وفي عندي عدو بيتربص بيا، في عندي الامن والاولويه حاليا. لكن انا محتاج في الفتره اللي جايه دي احط منظومه اقتصاديه سريعه واراعي المشاعر
الموجودة في الوطن من ناحية الفقر، وأنهج نهج عبد الناصر في حل مشاكل الجماهير في محاولة ترشيد الصراط، تشغيل البطالة، تشجيع المشروعات الصغيرة، فتح الكثير من المصانع اللي أغلقت، 250 مصنع اللي أغلقوا أثناء الثورة، لا أيضا إعادة هيكلة منظومة الشباب نفسه. سمعنا أيضا أن هناك حد أدنى وحد أقصى، ويبدو أن هذه معضلة كبيرة. وضع سقف للأجور في الدولة أعتقد أنه هو هيظبط السوق شوية، حاجات كتير. ومنظومة التعليم كمان عايزة رؤية واضحة، من حيث أن أنا النهاردة لما أجيش أخد طالب كلية صيدلة وطالب تجارة وطالب حقوق ومش عارف أنا بعد كده هودي فين، فأنا لازم أعيد منظومة التعليم قبل الجامعي، واعرف ان انا لما اجي اواجهه على الجامعه ان انا بعد الاربع سنوات الخمس سنوات اللي خرجوا من الجامعه هو هيعمل ايه ومكانه فين، والمكان ده مش لازم يكون مكان مكتبي. دي اجراءات على المدى المتوسط والطويل، ولكن احنا بنتكلم الاجراءات العاجله التي يجب على الحكومه ان تقوم بها. سرعه تهجير الشباب لسيناء، سرعه اعداد الخطه. يعني الشباب هيروحوا سيناء في الفتره اللي احنا فيها، بعد ما الجيش ما ينتهي، مش على الاقل مظهر من انا بقول بعد الجيش ما ينتهي من مهمته، المفروض ان انا يتواجد نوع من المقاومه للجوار الاجراميه احسن حاجه. لما تهجر مش جو صالح ابدا للعمل. لا جو صالح، لا انا هقول لك يعني انا وجهه نظري لو انت هجرتي ناس بشكل مخطط ومنظم وفي اطار الشباب هو اللي هيحميها. هو هيحمي انتفاع يعني خمس فدادين اوضه وصاله، واوصل مرافق وابدا اشتغل، احط هو ده الجيش اللي هيحمي سينا. يعني يقدر ارهابي مثلا، هو ده اللي هيتواجد، مجموعه تقدر تخش على قريه فيها ناس لهم اراضي ولهم مصالح، المرحله اللي تليها وتقدر تعيث فيها فساد. المرحله اللي تليها بعد التهجير رجال اعمال ويعملوا مصانع ونعمل مشروعات طبقا لطبيعه الارض وطبقا للمواد الخام المتوفره في سينا. النهارده انا بعد مرحله تهجير الشباب عشان يتواجد مجتمع يؤمن المنطقه هناك، انا ابدا اهجر رجال اعمال وابدا اعمل مصانع هناك. احنا الازاز بنجيبه من بره، ازازة عربات لحد دلوقتي انا عندي انضف رمال اللي بيقولوا على الفيروزي. طب خليني ادخل على مرحله تانية. احنا بتجيلنا معلومات من بعض الدول الشقيقه العربيه، ازاي اقدر ان انا اوظف هذه المعونات او هذه المساعدات الماليه في شكل انتاجي وليس في شكل لسد عجز الميزانيه فقط؟ تمام، شكل انتاجي يبقى صناعات، اشتغل صناعات، افتح سبل جديده لمصانع جديده لمستحدثات جديده لحرف جديده لهيكله شباب. الشباب العاطل اللي قاعد على القهاوي ده حضرتك لازم يتخلص منه بحيث يعيد هيكلته وشغله. يتخلص منه بقى يعني لازم، لا اتخلص منه من القهوه يعني اتخلص من القهوه والدومينو والحاجات دي كلها واعيد هيكلته، واقول له تعالى خلي بال حضرتك في مهن في السوق مش لاقيين لها وظايف. يعني حضرتك احنا في اكتر من 45 مهنه السوق مش لاقي لهم وظايف، احنا عندنا عماله اسيويه وافريقيه في معظم المدن الصناعيه. محمود، واضح ان الموضوع يعني تشعب بينا لنقاط اخرى، ولكن تداركنا الوقت، وان شاء الله تكون معانا في حلقات قادمه لمناقشه هذه القضيه الهامه. لكن احنا برضه عايزين ندعو برضه حضرتك، بندعو الحكومه لسرعه اصدار منظور رؤيه للشعب، تقول له انا عندي منظومه اقتصاديه، اذا كان عندي وزير اقتصاد يطلع يتكلم، دكتور اشرف عربي او غيره يطلع يقول لي انا هعمل كده، ان رؤيتي كده خطه عاجله لاعاده هيكله الشكل الاقتصادي بسرعه عشان العجله تدور. مطلوب بسرعه عشان الاخوان ده منهجهم التعطيل، مطلوب نفعل قانون الطوارئ بشكل جيد، يعني خمس دقائق نخدم سياسه بعد اذنك، ان احنا بحيث ان مصر ما توقفش، ان هم هيفضلوا ينهجوا النهج ده على طول. تركيا بالذات يا ريت اي تبادلات تجاريه ما نعملهاش معاها. يعني اعتقد مهندس محمود مهران، يعني انت حطيت العديد من الملفات على مكتب رئيس الوزراء دكتور حازم الببلاوي، واعتقد هذه ملفات كثيره وكلها عاجله للامانه. يعني ده دورهم حضرتك بالذات، الناس اللي بتزلنا بمعونات وغيره وغيره، احنا قادرين ان احنا ننتج طبعا، عايزين نمنع وفعلا في حمله امنع معونه، امنع معونه المحمله اللي جايه يمسك اخواني، يعني حاجات كتير اشترك بقى فيها ان شاء الله. مصر الثوره عموما لا يسعنا غير شكر الاستاذ محمود مهران الخبير الاقتصادي وعميد المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية ورئيس حزب مصر الثورة، كنت معنا ومشاهدينا.